Salam alaikum, Massal Khirazul, bonsoir à toutes et à tous, même vous qui nous regardez à l'étranger. Et vous pouvez nous contacter si vous avez fait de la prison à l'étranger, si vous êtes là-bas, si vous êtes en prison, vous pouvez nous contacter à ce numéro que vous voyez. Il n'y a aucun problème. Même Thomas ou l'un de comme واحد في الخارج ولا في الحبس في الحبس ولا حاجة اتصلوا بنا ما كان حتى مشكل. Allô. Allô, السلام عليكم عمو سليم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ سفيان توجور. سفيان واش راك سفيان؟ صباح سفيان. صافا طري بيان عايشك صافي. الوغ واش كنت حنقول لك؟ قلت لك صرات لي لاكاس هادي، ربي كيحب يبعد البلا. ايه عندي طفل في عمره عام والمرأة كانوا في الدار. ايه في الدار. كنت راح نخليهم مورايا توجور. وي قالت لي المرأة ديني معاك داك خاطرنا. هيا قلت لها لا ما طوليش وجدي روحك خاطرني راح الحاميز ونولي. خرجتهم في النهار. انا ديتهم ما كنتش مبروغرامي كاع باش نديهم، كانوا داخلين سراقين في هذاك المومو كانوا يعسوا فيا. انا خرجتهم بيبي في عمره عام وليدي ويمه. انا خرجتهم وهما مورايا واحد الفامين يدخلوا طبقوا الدنيا. لا لا يشوفك بون. الحرم الدار كسروه مالك وعرضك ودارهم كاع هذا داروهم كاع ما خلاو حتى حاجه اللي يعني كي تشوف تدخل لدارك تجي داخل تلقى الدنيا كاع مطبقه وستر دارك تحس روحك موسى خايلك حشاك تحس روحك الدمع عزيزة صح يحبطوها لك ولا غير يحبطوها لك. انا كنت فكر دوكا لحني عرش ما غاضنيش الرزق اللي راح لي والله ما غاضني. تعرف شغل كان شغل ولا في جيبي من عند ربي. الحرب شت مرا وليدي قدامي كانوا سبا كنت رايح نخليهم في الدار وربي جعل سبا راحوا معايا. سبحان هذيك فايدة خوك وكسبوهم داخل بلاك بس باش ما يعقلوهمش كارثة. نلقاو غير الدم بعيد الشر. بعيد الشر. وبعد واش دير؟ تاخذ تهبل واش من الفايدة كاينة من بعد؟ واش من المعيشة تعيشها؟ من تقول صح يا ربي اللي جابت السبة هذيك اللي خرجتهم أنت من الدار. هذا ما كان ومن بعد جابوهم الدولة راهي تخدم في خدمتها يعطيها الصحة. جاو تعبوا شاوي دخلوا لحقوا داروا لي زونبرانت تاعهم سلموا عليهم بزاف والله. شكون الشرطه تعبوا شاوي يعطيهم سلموا عليهم يعطيهم الصحه مع لا جوندارميري تاع الاربعه خدموا خدمتهم يعطيهم الصحه. دارك تاع الاربعه. المهم قعدت مام با واحد الفانجور طلعوا لي زونبرانت وراوا لي هذا السارق في الفيشي قالوا لي هذا هو ما نعرفوش فيك ورا كاع يسكن واحد 500 متر في الفوضاوي. حنا دي لو دي لو دي لو تيران تاع لا غير جارك ما ماشي دي فوازان باسكو حنا دي فوازان. باش نقول لك حنا دي زونسيان دي بنيين دي لو في لي لو اللي عطاونا كاع ايتيك بصح كاين واحد الفوضاوي موراهم لتحت جاو جدد قول في سيكتور واحد. المهم بصح اللي جابو يعني جيتك الحكاية اللي جابو خدم جا خدم تما مانيفر صافي عام اللي خدم تما مع هذا الدوزيام سارق هذا اللي جبت صاحبه الأول ما عرفتوش دوك نفهمك. هذا اللي جا قبضوا لي زونبرانت تاوعو كان في الحبس ديجا سرق طفلة مور داري ولي زونبرنت هو راح للحبس قبضوه سرق واحد الطفلة دخل للحبس شهر لافير تاعي طولت باسكو هو كان في الحبس لي زونبرنت حبوا يحقوا معاه في الحبس كان في الحبس كي شافوا لي زونبرنت بلي هو لي لا طيب فهمت سرق داري وموراها تمتم في هذيك لافير من راح سرق واحد الطفلة باغي يغطي لافير تاع داري باغي يروح بست شهور يغطي لافير تاع الدار. شو كيفاش سرق طفلة صغيرة؟ هادو عندهم الخبرة عمو سليم. هادو اللي داخلين الحبس خارجين خلاص دربوهم وراو لهم كيفاش يديروا كاع عندهم الدولة مازال شغل بكري هاي تلعب
تما هو سرق طفله صغيره سرقها كيفاش؟ سرق طفله سرق لها ساكها في تليفون كريساها راح بست شهور طلقوه. كي طلقوه قالوا لي يا ودي كاين واحد اللي سرق لك دارك طلعوا لي زونبرينت تاعو او خرج من الحبس في باليوم 3 جور رحنا نحقوا معه في الحبس لقيناه طلقوه راهو برا ودوك راهو برا صح يعني طيحته انا صافي عندها دوكا 20 جور من اللي طيحته وطلع موندا ديبو قلت لهم نقدر نشوف التصويره تاعو قالوا لي تقدر تعاوننا وين تشوف عيط لنا وين تشوفوا عيط لنا معليش قلت لهم ماشي مشكل قاعده تحرك فيا هذيك الحرقه المهم عندها واحد 20 جور 15 جور هكذا حكمته عيط لهم قلت لهم هو قدامي هنا انا ما نعرفوش كاع بالعقل بالعقل عرفته كيفاش تليفونيت هو ما شافكش سيد ولا كيفاش؟ ما يعرفنيش كاع ما يعرفكش وكيفاش؟ هذا ما يعرفنيش صاحبه اللي جابو لداري خدمت تما في داري هذا الاول اللي طيحته ما يعرفنيش هذا جابوه دخل إيه مع لي كيف صحابه صح صاحبه والاخر ما نعرفوش انا هو بدا يجبد فهمني إيه برك بالعقل نجيبها لك منيحه هو حكموه الجدرميه باسكو طلعهم بلانت تاعو انا هذا في قورك ما نعرفوش جابوه داروا مع التحقيق بدا يجبد جبد صاحبه قال لهم انا هذا هو اللي يعرف الدار هذه هو اللي خدم فيها هذا الدار انا ما نعرفش مول الدار وهي فين المو صح اللي حكمته ما تبانيكا ما هرب لي ما يعرفنيش تفلها لي جبت صاحبه هذا صاحبه طلع ناكر جاب الكاميونات لاحوا الكوفر من الدوزيام ايطاج الكوفر ما يهزوه شربعة كيفاش انا طلعوا زوج والافير هذه ماشي تاع زوج كوفر كبير كوفر كبير كوفر كبير كوفر انا نقول لك لا جوندارميري رحنا جبناه داوه مع طريق بابلاط هذاك الواد هذاك لاسورس هذيك وين تشوفها من الطريق دخلوا في الواد دخلونا الداخل به جبناه رحنا مع الجدرميه داونا وراونا وين رماوه واش فيه عمي عمو سليم فيه لي زالبوم ملي كنت عمري 6 موا تصور تاع عرسي تاع لا فامي لي زالبوم خمسه دايرهم من الداخل باش ما يقطعهمش الدراري وفيه 80 مليون وفيه مفاتح للدوبل تاع الدار كي لحقنا الكوف نلقاوه طرطقوه ما قدروش يحلوه من الباب طرطقوه من تحت من لو فون تاعو ما كاين تصاور ما كاين لي بلوزون ما كاين قش الدار ما كاين خلاو غير حديد هذاك كاريتا او طلع واحد ناكر وواحد ادانا ورانا السرقه كيفاش سرقوا وكيفاش داو حبوا يديروا عليها عين ميسيون ودوا انا يا اجري عقبنا عند بروكيرور بعثنا لغرفه اتهام بعثنا القاضي التحقيق لازم قال لك لاصير هذه تحقوا فيها مليح قلت له باسكو انا هدرت قلت له يا سيد الرئيس انا ما فهمتش قلت له انا يا حديد حديد تاعي انا كي جابوه لي والدوزان وراه والرزق وراه تاعي ما كاش هذا المشكل قاع هما اليوم اللي راهم يخلصوا هكذاك ويقول لك اللي ما يسمحش ماشي مسلم علمونا عليها والدينا وشحال طولوا طولوا الحبس هذا شحال طولوا راهم موندا ديبو راهم يحقوا معاهم راهم موندا ديبو يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا باسكو واحد ناكر واحد جبد صاحبه وواحد مستعرف واش راح نقول لك والله اسكو هاد الخسراقين يخمو وقيل نقول لك حاجه انا ماتوا ولا قطعوا في البحر وماتوا أمهم عليهم يريحوا هادو ما ماتوا ما باعوا الكفن تاعهم ما ماتوا هادو ما كانوا يديروا والو هادو ما يصلحوش يا عمو سليم هادو ما عليهم اللي راهم يسوفروا عليهم فهمني فهم المقصود تاعي انا في المحكمه نشوف امراه قد يما يعني شغل تلحق على جال وليدها قالت لي نقول لك صح صح ما كاش واحد راح يقدر وليدي يسرق له دارو راح يقدر يهضر معايا كيما انت وليد فيه مليار راك تهضر معايا قلت لها يا يما انا واش نقدر ندير لك انا راح نقدر نسدو لك من المحكمه ونردهولك انا وليدك ما قريت عدا حرم الداري
بصح انا انت اللي غطيني، كان ليك فاش نوقف بدوك نقول لك نسمح لك نسمح لك، ما رايش في يدي انا، راي في يد العداله يا يمن. نطلب ربي ان شاء الله انت تريحي هو يتسكم، بصح ما يتسكموش يا عمو سالي، والديهم اللي راهم يسوفروا. بصح انا راني خايف على عقوبتهم هذوك، صراحه تكون حياتهم، باسكو شفت بعيني وين يلحقوا والديهم يبوسوا الرجلين يبوسوا اليدين، يلحقوا في ماليهم وهما شغل ما داروا والو، شغل راهو رايح للحبس، راهو رايح مانيش عارف انا كيفاش. فايق يتعقلوا فايق يتعقلوا فايق يتعقلوا. هذا اسمح لي بصح نهضر مع اللي راك تهضر عليهم. معليش نقول لك يا سراق، معليش اليوم انت تسرق نعيطوا لك سراق، نعيطوا لك سراق. او سمعت سفيان انا سمعت راك نهضر مع واحد سراق، بالك راه يشوف فيا درك، بالك يتوب، بالك راه يشوف فيا ونهضر معك انت سراق. سراق راك سمعت سفيان قال لك ما غادوش الدراهم، غادو الحرمات. كيفاش تدخل نتايا في بيتو؟ شكون تكون نتايا؟ دخلت لدارو لازم تحاس انت السراق، لازم تحاس، لازم انت يسرقوك، دير ستاج تاع السرقه تاع يسرقوك نتايا باش تحس وشنو هي. لازم هكذا، لازم هكذا كيما راك تخمم راني نشوف فيها انا هكذا، مانيش عارف انا الا صح الكاشي راه يدير لهم هكذا ولا واعيين ويخفضوا يا كاشي 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 بزاف كاشي. هذا كاشي ويعرف باب دارك. انا عرف باب دارك، يعرف واش كان الداخل، يدخل كاشي. لا شويه بنادم شويه بنادم، باسكو هذا كان جاي حاس برك، يحاس برك. انا يا عمو سليم اللي ما فهمتهاش، انا السيد الدوزيام اللي جبدو شاهد فيه باللي هو اللي جابو لدارو، نهار اللي لحقت وقلت لهم نقدر نشوفو شفتو، لقيتو خدم عندي صح، هو جابهم وهذا وبريسيزا لهم بهذا الدار هذه لي طاج هذه وخلص عندي، وكان ماناف ونعرفو زوالي وخلص وخلها ابري عام ابري عام. وأنا ما دينيش في السرقة جات في النهار، يعني ما كان ني لي فوازان ني جيراني، واحد ما شاف واحد ما حبي يدخل روحه. يعطيك الصحة سفيان، واش حبيت نقول لك؟ كان الناس راه بالسلامة، واش نقول لك؟ أنا ما لقيتش راني فغيمون والله غير غطني بزاف، باسكو أنت إنسان طيب، إنسان خدم باش درت لي 80 مليون كوتي، زوج عندك ولادك، بصح الحمد لله يا ربي هكذاك ولا أكثر، هكذاك ولا أكثر. يعطيك الصحة سفيان، يعطيك الصحة إن شاء الله، يعطيك الصحة سفيان. نقدر نقول كلمة برك يا عمو سليم؟ يا شيخ سفيان نقدر نقول باللي الناس ما تغلطوش روحكم وتقولوا ما دار والو، ما عندكم شوتش باش تقولوا ما كان والو. اللي يحشم ويكون حر ما يقدرش يخرج حتى في التليفون، بالك في التلفزيون كي نحطوه على الشاشه ما يقولش ما دار والو. عيب باش انا نقول على وليدي ما دار والو ونهضرها قدام الشعب الجزائري والناس تسمع. هذو اللي راهم يقولوا هما اللي اثروا علينا، ما دار والو وليدي، حكموه برك بالقارو ما دار. علموا ولادكم كما كنت تقول البارح شدها، علموا ولادكم الصح، ما تزيدوش تشجعوهم. وليدي غلط، نتمنى له ما يزيدش يعاود. يعطيك الصحة سفيان، والله يعطيك الصحة أنت سفيان، أنت يعطيك الصحة. أيا بسلامة الله يعيشك، بونجور ميك. ميرسي بوكو علي، أوفواغ صحة. أوتي بيا صح. أوفواغ صحة. شتو كيفاش؟ وصح نهضر معك مباشرة، أنت اللي موالف تسرق. موالف تسرق، بالك ماشي مرة، ماشي زوج، ثلاثة ولا. جاك النهار. وين تخمم بلي انت سرق، انت تحب تسرق على بالك واش تصيب في الدار كي تدخل، على بالك وكي تصيب المراه تاعو تاع السيد، ولا تصيب السيد الداخل، ولا تصيب طفل صغير مسكين وتقول بالك دوقي شفاف الفيجورا تاعي.
وتولي كاش بديلو تقتلو ولا حاجة طول حياتك تروح حبسو دم السرقة هادي روح تخدم على روحك ما تحكي ليش ما كاش الخدمة دبر راسك شوف كيفاش سيب حال على روحك بصح ما تسرقش صور زوج دورو زوج دورو والله سفيان ربي معك ومدام اوسي مدام مدام سفيان والله فريمون هيا اون فابخدغ نوتخ ابيل الو الو السلام عليكم وعليكم السلام واش راكم شيخ لاباس صافا الحمد لله شكون معنا الحمد لله معك عويتي سفيان اسمح لي معك عويتي سفيان ولاية دينا سفيان تاني دوك عندنا واحد واسمه سفيان واش راك لاباس لاباس الحمد لله شكون لاباس صافا الحمد لله صافا الحمد لله الحمد لله يا رب كاش عندك واحد راه في الحبس ولا عندي خويا خوك خوك كبير خوك صغير ايه 91 صغير ايه مثلا 24 سنه صغير 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 كما قال الجيل الجديد هذا لا نوفيل جينيراسيون جينيراسيون انترنت واش تحب كل واحد والوقت تاعو هكذا احنا بدل المحتوى واحد قال انا اخر شدوا الزون ان شاء الله ان شاء الله يريقبها واش واش دار هو هو مشاجره ديما داخل المشاجره هو وشنو هي مشاجره مشاجره تما ضرب واحد ضرب واحد على رجله لا 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 باغار ايه ديما لا باغار ولا يضرب بزاف هذا ولا والله تقريب ديما ما ديتوش على البسيكولوج ما ديناش والله غير ما دينا إيه كي تشوفوا الموالي كي تشوفوا ولادكم هكذاك يضربوا يضربوا روحوا شوفوها بسيكولوج يصيب حال سيكو فيها حاجة نورمالمون هكا إيه سيكو سيكو فيها حاجة ماشي ماشي دوك تشوف ولدك ضارب تقول له دافع على روحه لا 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 ما تعلمولهمش هذاك الشيء ولا ضرب سيك يا كيلكو شوز ايه خويا باديت هذا علاش يشوف زوج يضاربوا من هنا هو خاطئ خلاص يقعد يتفرج معاهم شويه هكا تلقى هو اللي يضارب ماش جماعه هذوك زعما يولي يسلك يولي يضارب فوالا يسلك واذا ما ما بغاوش باش يسلكوا ولا حاجه تجي تطيب هو اللي هو اللي يصبح في المشكل بلا ولا يدي بسيكولوج راه مش خزرو فينا يقولوا لنا بلي هذا يفوا بسيكاناليزي سي با نورمال لا والله غير ديما هكا هو تعاود صح بصح ما تقوليش ضارب نتايا وقاس واحد بزاف ولا كيفاش دار؟ ايه على رجلو دار بروش في رجلو ايه عطاولو عامين باش ضربوه؟ عامين عامين و 15 مليون غرامة ايه 15 مليون ها؟ ايه هو من قبل ثاني سي كيف كيف حاشاك واحد جاري عنده بقرات ومنها سيمي قالت له البقرة تاعو كيف كيف هو راح ضرب مول سيمي ثاني يدخل على جالو الحبس صافي شحال مرة دخل الحبس هذا ولا خوك؟ ايه خويا ايه شحال مرة دخل الحبس؟ داخل بالك بقى المرة بس تروازيان الله يستر يا سيدي تروا فوا بقى يدخل ايه والمشاكل تاعو ديما مشاجرة ديما مشاجرة تروا فوا دخل الحبس يا وانتوما ما 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 تنجموش والله عينا باش عينا باش يجبدوا ومنا وما عرف ليه هو هكا يا والله كيما نقولوا يا اخي الناس بكري يقولوا ما ما يحسبش المرأة غير اللي عارف عليها جاية على العجوز يا لا العجوزة ايه مسكينة راهي مرضت والله غير مرضت مسكينة ساعات نوض على الوحدة تاع الصباح الزوج تاع الصباح تنوض تلقاها تصلي يزعي فيه ربي طالعة في الطيرونس نهار كان يزعي فيه ربي ديجا مات اختي عندها بقى عام وحاجة مزوجة توفات والله غير ما شافها هو في الحبس ما شافهاش الله يرحمها الله يمسيها ايه تزوج خوه ثاني كيف كيف ما حضرش ايه والراي ود الله حوايج بزاف هو هذا مسكينة جاية غير عليها ويزم يزم له بسيكولوج هذا كي يخرج هذا ما يجيبش يبقى هكذا هذا طول حياته يدخل ويخرج راح يقتل يماه راح يقتل يماه والله غير يقتلها ونحلف لك والله يقتلها خلاص كاينه ديجا حكمتها لا طونسيو حكمتها كلش يحكمها يحكمها كلش مسكينه راهي مليحه كي تحكمها لا طونسيو هذه راهي راح تخرخر والله مسكينه كل 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 سمانه راه عنده سمانه 15 يوم تروح تطلع عليه وفي راحوا خطرات الولا بقى قالوا له كازي تدخل الحبس ما زيدوش نجيو عندك بقى والله ما يروحوا عنده ما هذا نروح انا بابا ويما ساعات يتوحش هكا بنت اختي خلات طويله نديوها له ثاني هكا يشوفها
وما عرف بالك ان شاء الله من رمضان هذا ان شاء الله يخرج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطيح مع رمضان بالك يولي يولي ما حور يا راني عميتها رمضان زيد لا باغاغ زيد بزاف اللي يحوسوا على السبه تاع رمضان هذه باش 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 يضربوا مالا ديجا هذا اللي بري ديسبوزي ما فراتش او يخرج ان شاء الله 27 في رمضان لك تبربي يكون خلاص رمضان يكون خلاص رمضان باسكو هذا يضرب قول لي سجل على العجوز ما انا وخويا صح كيما نقولوا يغيرني اذا لحبتوا منا بصح ماشي كيما الحاجه هي اللي ديما بزاف يا مسكين الناس يا اخي يقول لك الكبده ربت ولدها باش باش يطول يجوز طول حياته في الحبس في الحباس في الحباس ماشي في الحبس في الحباس او ثلاث مرات يا سي محمد وين رايح وين رايح والله تروح الحبس حتى تحشم قالت لي نورمالمون انا مش تاع نروح للحبس تما وكان في قسنطينه تما في الحبس تما يعني لي غاردي هذوك شويه ومنها يولي يقول لهم لو كان ربيته ما تلقاه ولو كان ربيته ما يجيوش هنا للحبس كذا كذا والله تجي العشيه مسكينه تعشي تبكي غير راح تقول لي لو كان ماشي هو انا ما نروح للحبس ما يولي واش 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 له لا يعرفها من الحبس ولا من الاخر واش سي دي ميغ دو فامي مسكينه حتى شو يا انتم اللي راكم تدوا راكم تدوا واش تدوا يماكم للحبس شغل انت شغل ديرها ما سبتش واش نقول ما سبتش واش نقول والله غير ما سبتش واش نقول هو انت تحسب روحك راجل اسمح لي تحسب روحك راجل دير يماك للحبس دير يماك للحبس وتلعب تيغول لي ميكانيك زعما انا وكراك انت دابور كي تجيب لك خفه قول لها ما تجيبليش الخفه وما تجيش طلع عليا ما تجيش خلاص ما نحبش يما تجي للباب تاع الحبس ما نحبش يما تدخل كوميساريا ما نحبش يما تدخل على جلال كوميساريا يما تدخل تريبونال يما تمرمد تخمم عليها انت يا قبل ما تلعب قدام صحابك انا درت الحبس بنادم يسكت خير يسكت خير واش درت عميتها راك عميتها هما حيين تقتل يماك انت يا والله غير يقتلها وهي حيه قسما بالله العظيم هو مش حاسه وفي الحبس ممكن هو يلعب تما مع اصحابه وما على باليش انا واش يدير في الحبس بصح هي البرا هي اللي محبوسه ماشي هو اللي في الحبس يا يما اللي ولدك راه في الحبس يلعب في الدومين يا مدام يبكي لك البارلوار يبكي لك وانا يا ولا سوب ومنا ونحب ها دي يماك تما تراهم يلعبوا الدومين راهو يدير سبور راهو يدير لي ميسكولاسيون راهي الاخر وكي راح البارلوار يا يما والله العظيم يا يما ونحبك وتوحشت الشريبه تاعك توحشتها كي توحشتها وعلاش جيب حتى البارلوار كي تحب يماك وعلاش كي تحبها وعلاش وتي يا يما ما زلتي ما ندعريش ما زلتي تروحي وبالقفه ما زلتي واش نديرو لك مامتي واش نديرو لك واش ندير انت اللي ماشي موالفه بالحبس وراكي تروحي تكركري روحك تاخدي الطاكسي تاخدي البوس تاخدي الهام وعلاش مامتي يا وعلاش بالعقل عليك تروحي تصرفي باش تجيبي له وديرها بيديه دارها بيديه يا مدام والله غير دايرها بيديه صح؟ انا شيخ والله خاوتي الخطره الاولى تسمى غلط قالوا نروحوا نطلعوا عليه كانوا يروحوا عنده من هذاك الوقت كي زاد عاودها وزاد عاودها والله واحد ما يروح له عندي احنا في 6 الكره والله ما يروحوا له وبزاف مره الاولى غلط مره الثالثه الثانيه غلط مره الثالثه غلط هو راهو غلطه هو راهو غلطه اسمع لي او يسمع لي ولا يسمع فيا وراني نزقي عليه بالك كي يخرج يزعف عليا يقول لك كيفاش اي صح انت غلطه يا انت غلطه كي تعاود يا سي عاود كي يخرج وكالات فيلمي وتدري له لا فيديو واش راني نقول امبوسيبل باش يعاود يدخل الكاتريام فوا يا سي محمد والله يا شيخ واش راه نقول لك خويا انا هذا
علاش قلنا حتى المجتمع تاعنا ثاني ما يرحمش هو يلقاو الناس اللي راهو تا مشاكل هكا ومنا صح. واحد يعطي 100 ميل واحد 50 ميل واحد 20 ميل زيد كان يخدم على روحه ما يخدمش على على ينوض الصباح ينوض عقله ويروح القهوه واحد يعطي 20 ميل واحد 50 ميل واحد 100 ميل هذا سي بايسون اللي شاهد والله خويا يديه يخدم معاه ولا هو اللي شاف على خويا يخدم كيما يحب ومنها وكل شيء وهكذا يكون بدا يبركي الخدمه ويولي يريح نورمال كاين الناس اللي يعطيوه. ايوا لا نحكموا انا نقولوا ولدي هذا اللي يعطيك راهو مش راهو يهرب راهو يهرب يعني مك وباباك مش راح يدوموا هكا. يعطيك الصحه سفيان باسكو الوقت خلاص وفريمون يعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعاوتي تدخل وسلم على مولتك سلم عليها بزاف بزاف بوسها فوق راسها دون لاباك ولا هاو سليم سعدون يبوسك فوق راسك. الله يسترك بارك الله يا صحة يعطيك صحة يا صباح بخير يعطيك صحة هو لا زعفنا شوية هذا تتملى هو يدخل في الحب بزاف بزاف شكون شكون اللي يقبل هذا الشيء هذا بو واش نقول لكم بصح غادي سفيان هذاك تاع اللي سرقوا له دخلوا للدار ومزيا يا ربي مرتو قاتلو دينا معك والله العظيم بغيف الحميرة ويتشوك على سفيان على بالك الحميرة ويتشوك يا باي باي يعطيك صحة أسماء ميرسي بوكو سونيا يعطيك صحة نادية ميرسي بوكو عبد القادر ومصطفى المخرج تاعنا يعطيك صحة وانتوما تصبحوا بخير إن شاء الله نتلاقاو غدوة يعطيك الصحة أوفوار